من بدري الكرة تحول لكنها مقطوعة، التسديدة تأتي لكن الكرة ليزي ومحاولة خطيرة جدا أمام مرمى فريق ليفربول، ولكن الكرة مقطوعة مرة أخرى. بيرلي يهاجم لكن في الأخير الكرة ضاعت وتحولت إلى خارج. إحنا على موعد الحقيقة لغاية الدقيقة الثانية، محاولتين في المباراة، الكرة واحد وماني، فاينالدوم، فابينيو، هندرسون، روبرتسون، فان دايك، ماتيب، ألكسندر، واليوم واجهة ولابد من الفوز في هذه المباراة إذا ما أراد ليفربول أن يبقى في الصدارة. قادر على كرة وصلت الآن لليفربول مرة أخرى، يتقدم دائما لكنها تعود مرة أخرى إلى أبو صلاح، يتقدم محمد صلاح، يقودها بين تشيلسي وما بين ليفربول. كيف كان مستواه وكيف أصبح مستواه في الموسم الماضي، الموسم الأروع في مسيرة باند حتي بيرلي. إن لعبت الضربة الركنية عالية بعدها فان دايك، ولكن بعدها وين؟ هدنا في كأس العالم في جنوب أفريقيا لعبت الكرة محمد صلاح، نتمناها لك والله يا أبو صلاح. الكرة ممتاز جدا، سهم مساهمة كبيرة بالفوز. بيرلي يعملها، بيرلي يسجل الجول الأول مثلا. كرة تحولت الرأسية، مكنيل يلعب الكرة عالية جدا على المدرب الكبير يورجن كلوب، على أساس يأتي باللقب من العمق. محمد صلاح، محمد صلاح يتقدم، ممكن جول، الله، ضاعت على محمد صلاح. هي اصطدت 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 لكن شكلها انها متجهه اتجاه، وتبقى امالنا على هذا اللاعب العربي ان يتوج باللقب لان ليفربول. ولكن الهدف الاول لك عاليه، استقبال يا سلام من ماني، وماني هيا، وماني يسدد لكنها اصطدت ووصلت الى ضربه ركنيه لمصلحه ليفربول. من يسجل الجول الاول؟ بصلاح، فيرمينو، ماني. جول من 140 مباراة في الدوري، كرة اللعبة خطيرة تستقر. عن يتقدم، يمر الكرة إلى هندرسون، يبعدها حارس المرمى مرة أخرى. بوب بيرلي تحولت في الجهة اليمنى في غاية الخطورة أمام مرمى ليفربول، ولكن التغطية حاضرة في الأخير إلى خارج أرضية الملعب. ممكن والله مكنيل، شاب وود النيوزيلندي، بار، أعتقد ثلاثة أو أربع ضربات ركنية لمصلحة بيرلي. مدافع فريق بيرلي الضيع، ممكن يخلص من صلاح، يتقدم محمد صلاح، يخلص محمد صلاح، يباصي 15 درجة مئوية، لكن المباراة خالية من الأهداف، بل أنها إلى حالة تسلل على بيرلي. لمباراتي البرازيل كولومبيا، البرازيل تقدم يأتي من هندرسون إلى أرنولد اللي يرسل، جول أول في المباراة، شنه رمية من غير رامي، شنه رمية من غير رامي، ما كان يقصدها، ما يعني ما كان يقصدها على الإطلاق، هو كان يفكر أنه هو يرسل، لذلك ما توقعها على الإطلاق، ما توقعها ألكسندر أرنولد اللي يلعب الكرة عالية وسط، تقدم بوب، شوفه شوفه شوفه، لاحظ معاي لاحظ معاي لاحظ معاي، يوم تقدم حارس المرمى اللي هو بوب، وبهير ليفربول بتسجيل الجول الأول أيضا عالية منقولة ليفربول. ومع هذا الحقيقة أعتقد بوب كان متقدم، الكرة أساسا سهلة. على العموم فرصة تسجيل الجول الثاني، ممكن الثاني، ممكن الثاني، الثاني، الله، ممتع هذا اللاعب يا اخي، عسل هذا اللاعب، ممتع هذا اللاعب الاسمراني ماني، يتقدم وليفربول الحقيقي امامك الان بطل اوروبا يظهر بالجول الثاني. شوف الجول الثاني، انت خليك عن الاول ارنولد، الان شوف الجول الثاني، لاحظ لاحظ الهفوه هفوه.